اليوم عندنا خطبة جمعة إن شاء الله تعالى في المركز الإسلامي الموجود في ألمانيا. السؤال: عندهم ثلاث جمعات، خطبة أولى الساعة 1:10، خطبة ثانية الساعة 2:10، الخطبة الثالثة الساعة 3:10. يجوز؟ نعم يجوز، لأن العدد كبير والمسجد ما يسع، وفوق هذا التباعد اللي هم يعني واقعين فيه في ألمانيا إلى الآن ما سمحوا بالتقارب. فحكم تكرار الجمعة، طيب السؤال يجوز هذا؟ نعم يجوز. طيب أنا أي جمعة أروح؟ على حسب حالك. عندهم الدوامات والأعمال، واحد مو أي وقت يطلع، تروح تصلي وترد، فهو على حسب الجدول اللي يسمحون له. يسمحون لك تطلع الساعة 3 تصلي الساعة 3 الجمعة، الساعة 2 تصلي الساعة 2، الساعة 1 الساعة 1، وهكذا. السؤال الثاني مهم، يجوز لي أنا أني أخطب الجمعة الأولى والثانية والثالثة؟ نعم يجوز، ولو صليتها ثلاث صلوات. الجمعة الأولى هي الأصلية، الثانية نافلة، الثالثة نافلة، أو أني أخطب الجمعة ويصلي واحد من المصلين. هذا من باب الفائدة العلمية اللي عندهم الآن. السؤال الثالث والأخير الآن، إحنا السؤال الثالث هو مهم جدا، هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة؟ إحنا الآن مسافرين، صليت الجمعة سواء كنت إمام أو مأموم، صلينا الجمعة، بعد الجمعة بنرجع نصلي العصر نجمع معها. القول الصحيح أنه لا يجوز أنك تجمع الجمعة معاه العصر، لا يصح. بعضهم أجاز، ولكن القول الصحيح والراجح الله أعلم أنه لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة وأثناء خطبة الجمعة نزل المطر، والمطر سبب للجمع، وابتل المسجد وما جمع النبي عليه الصلاة والسلام العصر مع الجمعة. وهذا قول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فالمسافر إذا صلى الجمعة يصلي الجمعة عادي، إذا جاء وقت صلاة العصر يصلي العصر ركعتين، ما يصليها أربع. مو معنى أنك أنت صليت الجمعة أنك تصليها العصر أربع، لا، الجمعة صليتها، العصر إذا جاء وقتها صليها ركعتين ما صليها أربع. لكن لو يوم الجمعة ما صليت الجمعة، صليتها الظهر بصلي ركعتين ظهر، أجمع معها العصر ما في حالة، لأني ما صليت الجمعة، لأن الجمعة نجمع معها شيء، والله أعلم وأعلم.